في إدلب لا يمر يوم إلا وتمطر فيه طائرات الاحتلال الروسي وميليشيا أسد المدنيين بعشرات القذائف مخلفة العشرات من القتلى والجرحى رغم زعم روسيا وقف إطلاق النار في الشمال السوري. لكن ما قيمة زعم روسيا؟ على الأرض شن طيران الاحتلال الروسي غارات على مدن وبلدات إحسم ومعرة النعمان وكفرنبل وكفر عويد جنوب إدلب. وكأي قوات احتلال عمد الروس لاستهداف البنية التحتية والمؤسسات الحيوية الهادفة لاستمرار حياة المدنيين في الشمال، حيث قصفت الطائرات مشفى كيوان الخيري في بلدة كنصفرة جنوب المحافظة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل. وكان قد قتل 3 مدنيين وجرح آخرون بقصف لطائرات الاحتلال الروسي على منازل المدنيين في بلدة معرة النعسان شمال إدلب. مراصد عسكرية في الشمال وثقت إقلاع أكثر من 55 طائرة مروحية وحربية تابعة لميليشيا أسد والاحتلال الروسي استهدفت المنطقة بأكثر من 150 صاروخا وبرميلا متفجرا، وكنتيجة طبيعية لحملة القصف الروسي المتصاعد على الشمال السوري شهدت المنطقة موجة نزوح كبيرة من مدن وبلدات جنوب إدلب وشرقها ومناطق جبل الزاوية. فريق منسقو استجابة سوريا وثق نزوح أكثر من 9000 عائلة موزعين على أكثر من 28 ناحية، كما وثق الفريق مقتل أكثر من 100 مدني بينهم 37 طفلا موزعين على محافظات إدلب وحما وحلب فقط خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني وحتى 25 من ذات الشهر. مدينة كفرنبل وما تحمله من رمزية في الثورة السورية كانت هدفا للقصف الجوي والمدفعي المكثف من قبل الاحتلال الروسي وميليشيا أسد، حتى تحولت إلى مدينة مدمرة بحسب المجلس المحلي الذي أوضح أن الوضع المأساوي لكفرنبل أدخلها ضمن دائرة المدن المهددة بالزوال نهائيا عن الخريطة.